activity sheet page 9. هنا صور لأدوات مواصلات، وهنا الأسامي بتاعتها والترجمة بالإنجليش. les moyens de transport. transportation means l'avion, the airplane. la moto, le motorcycle. the motorcycle. la voiture, the car. le bateau, the boat. le bus, the bus. le bus, the bus. le train, the train. دي صور الحاجة، كل كلمة قصادها الصورة بتاعتها. الصفحة اللي بعدها على طول اللي هي صفحة 10 exercise. الexercise ده الحل بتاعه، بس هو المفروض انه الموضوع سهل، مش محتاج يعني انه الولد او البنت هيبص على الكلمه وهو عارف ان معناها مثلا لو باتو، عارف انها بوت فهيبقى يوصلها. لو تران، عارف ان هي ترين هيوصلها بالترين تحت هنا. الافيون هتتوصل بالطياره، وهكذا. موضوع سهل يعني.